الحمد لله رب العالمين. يوم بدأ معركة بدر الله جعل فيها درس لك تاريخ كله اليوم. شقد كانت عدد المسلمين 313 314 يعني ما بتجاوز 315 كفار. شقد كانت عددهم؟ بالالاف. كانت عددهم بالالاف او يتجاوزوا الالف. قالوا الصحابة ما عندنا. الله وصل حالهم في القرآن: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بين حالتهم: اللهم إنهم حفاة فاحفلهم فاحملهم، إنهم عراة فاكسهم، إنهم جوع فاطعمهم، اللهم أن تهلك هذه الإصابة فلن تعمل. يعني دليل إنه ما عندي شيء. لكن شو سوى؟ صار يتوجه إلى الله عز وجل، صار يتوجه إلى الله عز وجل إنه يا رب النصر من عندك، يا رب ما من غيرك. فالله سبحانه وتعالى قال: لقد نصركم الله ببدر. في آية تقول: وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة مردفين. نزلت الملائكة لنصرة. نعم، صدق الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى نزل الملائكة. قال: لكن يوم حنين ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. قال الصحابة رضي الله عنهم: لن نغلب اليوم من القلة. والله بيعطيني الدرس إن النصر مو بالتوازن، بالتكافؤ القوة. يوم حنين الصحابة تقريبا عدد المشركين. قال: لن نغلب اليوم على راسي يا عم. قال: لن نغلب اليوم من القلة فضاقت عليكم الأرض بما رحبت. ضاقت. فالله بدي فرجين انه النصر مو بالعده والعتاد، مو بالصواريخ السام اللي لحد الان عم ننتظر الغرب يعطينا اياها، او الكوبرا او الستريلا. لا، النصر من عند الله سبحانه وتعالى. هاي حقيقه انه مالنا غير الله. مالنا غير الله. على مدى التاريخ طلع انه دائما المسلمين صاحبين الحق دائما بيكونوا اقله، والكفار والظلام والطغاة كثر. طب ليش دائما هذا قاس؟ لو كان في تكافؤ بالاساس كان كل تكافؤ صار ناس التكافؤ صار قوه. لكن عاد عم بتطلع انه لا عم بتطلع انه انه سكت. اشتبك. لو تكافؤ لو في قوة تكافؤ بالقوة يقول والله خبرة تكتيكية وعسكرية. لكن عم طلع لا عندنا سواء سلاح ثقيل، لا عندنا الحمد لله عم نتقدم، الحمد لله عم ننتصر. رضي الله عنهم الصحابة المسلمين قبل كلهم كانوا حتى تبين قدرة الله. لذلك ابشروا يا شباب، نحن الله معنا ان شاء الله. بس امرين نرجع ناكد عليهم: ما يكون عندنا معاصي لله عز وجل لانه تخلى عنا الله. واذا تخلى عنا الله سبحانه وتعالى رح يكون النصر من حليف الاقوى واللي عنده عدته عدو. لكن نحن مو معنا الله سبحانه وتعالى. لو كان عدتنا وعددنا قليل عم شوي شوي عم ينتصر. عشرة من الشباب عم بدخلوا على 200 واحد بيطربوا عليهم كم طلعوا. حب النبي بهربوا